لا شيء يتم إهداره هنا، حيث تعمل جمعية لحماية البيئة في هذه المنطقة بالقاهرة على تعليم سيدات المنطقة مهارات إعادة تدوير النفايات. والآن أصبح بإمكان هؤلاء السيدات كسب بعض المال إلى جانب تعلم مهارات القراءة والكتابة. الجمعية هنا أنشأت سنة 84 على أنها مصنع للسماد، ومع الوقت في مجموعة سيدات مجتمع فكروا يعلموا بنات وستات حي الزبالين يقروا ويكتبوا عشان يدخلوهم التعليم مرة تانية، لأن بنات وستات كتير من الشغل وكده ما دخلوش مدارس أصلا أو خرجوا من المدرسة، فكان لازم الجمعية تهتم بالجزئية دي. وفعلا بدأت يعملوا فصول محو أمية، لكن ما كانش فيه إقبال شديد عليها، ففكروا يعملوا مشروعات تانية مولدة للدخل عن طريقها نقدر ندخل برنامج محو الأمية. وبالفعل بدأوا يجيبوا مجموعة نوال يعلموهم يعملوا سجاجيد من بواقي القصائص بتاعة المصانع، وبدأت البنات تيجي وتجيب غيرها، وبدأوا يبقوا أداة تنوير في الحي. في هذا المكان تستطيع السيدات فرز القمامة بعناية واستغلال كل ما هو قديم وليست له قيمة لدى البعض، حيث يعدن تصنيعه إلى أشكال مختلفة ومفيدة. حتى هذه الحلقات التي تنزع من علب المشروبات يعاد استغلالها في صنع حقائب يدوية. الباتشورك عبارة عن قصائص اللي هي بواقي المصانع، بنروح نشتريها وبنعيد تصنيعها تاني، بنعمل منها مفارش، نعمل منها مفارش كبيرة أو مفارش صغيرة، بنعمل منها شنطة، مجزمة، مريلة، لعب أطفال، بنستخدمها في كل حاجة. هؤلاء السيدات أصبحن ماهرات في تحويل المواد المهملة إلى مواد جديدة جذابة، كاستخدامهن هذه الأقمشة المتبقية من المصانع في ورش النول اليدوية التقليدية، لكن المبيعات لا تزال منخفضة. هو الصعوبات إن التسويق بيبقى قليل، إن الناس المصريين مش بيقدروا قيمة الحاجة المتعاد تدويرها، فهي يعني التسويق بس، لكن أي حاجة تانية ما بتبقى صعبة علينا. كما اهتمت جمعية حماية البيئة بوجود حديقة محلية لتكون متنفسا لأهالي المنطقة التي تعد من أشهر المناطق في جمع القمامة وفرزها وتدويرها في مصر.